السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلة التايمز عاملة صفحة لأفضل الاختراعات لعام 2022، فنلاقي جزء مخصصة هو للـ AI، وفي جزء طبعا للسوفت وير، وفي جزء للـ AR والـ VR. فالموضوع مهم جدا، خلينا نخش على الجزء الخاص بينا الـ AI. هنلاقي ان في حاجات كتيرة جدا في الـ AI واخدة فعلا ان هي دي احسن حاجات تكنولوجية في 2022، واكيد في 2023 و24 و25، وخلاص حجز له صفحة في مجلة التايمز. زي مثلا الـ Artificial Image، ان تقدر تكون صور بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال Open AI ديل اي. طبعا ده عمل نقلة كبيرة جدا، السيارات ذاتية القيادة، في الاندر جراوند اكسبلوريشن اللي انت تشوف الحاجات تحت الارض، يعني بتعمل صيانه فتتاكد ان مفيش مواسير او مفيش كابلات تقدر انها تعمل لك مشكله. من الحاجات اللي مركزين عليها الديب مايند اللي هو تبع شركه الفا المالكه لجوجل، ده من ضمن الحاجات الذكاء الصناعي. وفي شركه اسمها سكيل اي اي، ده مهمتها انها تنظم المعلومات وتخليها قابله ان الكمبيوتر يتعلم منها، التعلم الآلي. وعندنا طبعا الاوبن اي اي، دي الصور دي معمولة بالديل اي، تدي له بس البرومت يعمل لك هو صور بالشكل دوت. والذكاء الصناعي المستهدف في المستشفيات وتعقب كل الحاجات الحيوية اللي عند الانسان، ويقدر يستنتج بايه اللي ممكن يحصل له مستقبلا. وطبعا شركة انفيديا عاملة شغل كبير في ان مثلا تقدر تعمل لك اشكال ثلاثيه ابعاد بسهوله، بمجرد ان انت تكتب تكست ويقدر ان هو يعدل لك في الفيديو، يعني عامله شغل جميل جدا. في دلوقتي ان مجرد بس تصور العربيه يبدا يجيب لك ايه الاضرار اللي موجوده فيها، يعني في ذكاء صناعي يستنتج ايه المشاكل اللي موجوده في العربيه، تمام؟ سواء انت مثلا مصورها من بره فبيجيب لك المشاكل الخارجيه، او هتصور المكان الموجود فيقول لك خلي بالك من ان في حاجة هو قدر يكتشف ان فيها خطأ. فدي اهم الحاجات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي.